تبذل مصر جهودا كبيرة من أجل إنفاذ المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة من خلال تجهيز الشاحنات المحملة بالمعونات الإنسانية والغذائية. هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات برفضها عبورها إلى الأشقاء الفلسطينيين وممارسة سياسة التعسف وخلق الذرائع لمنع وصولها إلى النازحين. المزيد يستعرضه لنا الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم توجهت حوالي 55 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم، وبالفعل من قام بتفريغ حمولاته حوالي يعني 20 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية ومستلزمات للخيام وفحم وأيضا مستلزمات للمنازل. نتابع معكم الآن خروج الشاحنات من البوابة الجنوبية التي دخلت منها هذه الشاحنات إلى منفذ كرم أبو سالم، وهي بالفعل قامت بتفريغ حمولتها وتعود الآن إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. أمس كان هناك تعنت إسرائيلي كبير ل 31 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية، وبالفعل عادت هذه الشاحنات دون أن تفرغ حمولتها. إذن نحن أمام مشاهد متكررة من التعنت والتعسف الإسرائيلي الكبير تجاه المساعدات الغذائية والإنسانية في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من نقص كبير في جميع مناحي الحياة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.